أزول، مرحبا بكم في برنامجكم إكنيون الووال المترادفات الأمازيغية. في هذه الحلقة أرجو فقط أن أسرد المترادفات، يعني دائما أسرد المترادفات اللغوية وتبعاتها، ويجب أن نعترف أن هذا ما أعرفه وما وصل إليه اجتهادي، وأنا على يقين أن ما لا أعرفه أكثر بكثير، ولهذا أعتمد على تعليقاتكم ونصائحكم وإضافاتكم في هذا المجال. سوف أتحدث هنا في هذه الحلقة عن مترادفات النخلة في اللغة الأمازيغية وكل ما يتعلق بالنخلة. والغريب أن النخلة في اللغة العربية نفسها ليس لديها أي مترادفات، بالرغم من أنها شجرة تنبت في الجزيرة العربية بامتياز، يعني وفي الجزيرة العربية كذلك نجد مترادفات لأشياء لا توجد في الجزيرة العربية. فمثلا الأسد عنده عدد كثير جدا من المترادفات، مع أنه بعيد من جدا من بيئة الجزيرة العربية. هذا ليس تخصصي، ولكن هذا فقط من باب الاستغراب. إذن النخلة في اللغة الأمازيغية لها مترادفات كثيرة، وزي العادة ننطلق من جبل نفوسة، ومن ثم تجد المترادفات سواء في التنوع الأخرى أو في نفوسة نفسها. فمثلا في جبل نفوسة وعند الكثير من الأمازيغ يسمون النخلة تازديت، ومنها في تنوعات أخرى يعني تغير فيها النطق قليلا وأصبحت تنطق تازيت من غير الدال، أو بقلب الزين سين ثم السين شين. فمثلا تازديت عند إمها، وتازديت على فكرة، يعني لما بندير حلقة عليه حندير عليها حلقة عليه في جذور الأمازيغية، تازديت هي نفس الجذر زي أزطة تجتشا أسداي العش وأسداي الموثق، وكذلك من نفس الجذر. المهم تمدير الحلقة ونديرها حلقة في الجذور. طيب، إذن من أسماء النخلة الشجرة نفسها، ولما تكون يافعة خضراء قائمة إلى آخره لها أسماء، منها زي ما قلت تازديت، ولا مترادفات منها تينيوت التي تعطي تيني التمر، وحرفت لتصبح مثلا تافيناوت كما عند أقدام صغيرة، وتغلى تجوفت وتجيفت، وتسمى تافروخت، حين الغاء تصبح خاء تافروخت، وعندها اسم لطيف سوف أقوم بتحليله في حلقات أخرى، وهو تلزدق، كما عند أزواد وتجمع تلزدق، وهو اسم لطيف جدا حقيقة، ليس هذا مجالها الآن. طيب، وتزديت لها جمع تيزداي، وهو الأصح والأقدم، وكذلك تجمع على تيزدايين كذلك، وهو شائع للأسف شديد. طيب، طبعا هذه كلها مترادفات النخلة المثمرة، أما الذكر منها والذي يؤخذ منه أمرسيط ويسمى أوتم. طبعا أوتم هذا لفظ عام على الذكر، سواء كان إنسان حيوان وإلى آخره أوتم، وله مرادف وهو أزدوي، وهو الاسم الحقيقي لذكر النخل. طبعا هذا الذي أعرفه بالنسبة لي الذكر من النخل، ولو عندكم أي تعليقات أخرى حطها. طبعا أبرز ما في النخلة هو عرجونها، يسمى العرجون أزيواي، ومنه تصحيفات من أمثال أوزوا وأزيوي وأزاوي وغيرها، لكنها كلها من أصل واحد هي وأزيوا. تسمى أيضا تاليت وأزير وأجازي، كلها مترادفات لكلمة عرجون. طبعا عندها مشتقات منها اسم المكنسة أزيواي، وهذا ليس مجال الجدل اللغوي المشترك، والغريب تجد يعني تنوعات أمازيغية لديها اسم المكنسة ويغيب عنها اسم العرجون، وعندهم بديل لها، فهذا دليل على تحقق الترادف التام. طيب، ووجب القول أن مزاب يسمون العرجون أظن تسقست، أي التي تلع تسقست، يعني النحل والدبور والإبرة عموما، أسبقس أساقس إلى آخره، تعرفوا الكلمات هذه، وهي اللذة. ولا علم لي لماذا تسمي هذه للعرجون، لو سمي بها مثلا السل أو شيء آخر ربما يعني، ولكن هل مثلا بدأت باسم السل ثم انتقلت من الحقل الخاص إلى العام إلى آخره، الله أعلم. طيب، وجب القول أيضا أن أزيوة هو الغذق في العربية وليس العرجون، أي ما ييبس منه، وليس العرجون الحامل للتمر كما نقول في العموم. على أي حال، هذا العرجون له غصن يسمى بالفصحى شراخ، وتجمع شماريخ،
وهذا الغصن يسمى زريري وله أسماء أخرى لعل بعضها تصحيفا، منها مثلا أزرورو، آزري، تازريت، ويمكنكم الحكم من خلال النطق أنها ليست مترادفة كاملة وإنما متغيرات جهوية. طيب، عندما يخرج العنجون يكون مغلف و بغلاف أملس إلى آخره، وعندما يكبر ييبس هذا الغلاف ويموت، وهذا يسمى تيفلست. طبعا تيفلست تطلق أيضا على نوع من أنواع السيوف، أشهرها حقيقة في شمال أفريقيا، ولي في عالم الأسلحة حلقة بإذن الله عز وجل اللي نشتغل عليها من مدة. وخلينا ننتقل حياة أخرى، الجريد. الجريد من النخل يسمى تازي، تيزي، وتقشوط، وتزليق، وتيلو، وتقدواز، وطفرات. طبعا طفرات المهم، وطرطة. طرطة تحمل معنى العصا يعني، وطفرات زي ما كنت قبل شوية من وظيفتها وليست مترادفة برغم أنها تستعمل كمترادفة. وطبعا لا أنسى تكر نفت كلفظ مستعملة مع أنه يحمل معنى آخر في نفسه، تكر نفت. طيب، بالنسبة للجريدة بها سعف، والسعف هذا عنده مترادفات كذلك، ونبدأ باسمها الأصلي اللي هو تيزي، وأغلبكم يستعمل هذا الاسم ولها أسماء أخرى منها تاسطة أو تسطة وأزادو وتكارات وتجنات وإجنات، عفوا إجنات تجنات والله يظن إجنات، نعم نعم. وكذلك عند غدامس اللي هو تزفوت، ولكن تزفوت غالبا تحريف لتيزيت ولها اسم لا يقل شهرة وهو توف وتفا وتفا، نفسهم ثلاثة من نفس الجذر وتجمع على تيفاوين. وهنا نجد طبعا تشابه لفظة تيفاوين مع تيفاوين بمعنى صباح الخير، هذا اللي يسموه فيه في اللغة الإنجليزية هوموفون، اللي هو تشابه في النطق في كل شيء ولكن يختلفوا في المعنى. فهذا موجود في الأمازيغية، وسوف أضع له حلقة بإذن الله في الهوموفونز في الأمازيغية لأنه ممتع جدا جدا جدا. وكلمات أنا ذكرت تقريبا الحلقة الماضية كلمة أموال تعني الأسايس أو مكان اللي فيه الخيل وإلى آخره، وتعني كذلك المعجم، وهذه كلها لها أسبابها طبعا. ووجب التنبيه كذلك أن تيفاوين تستعمل عند مصاب بتغير بسيط هو تسمى توفاوين، وتوفاوين هو كذلك هوموفون آخر لشيء آخر اللي هو المنتفخ من الشيء، الصاعد من الشيء المنتفخ. وطبعا خلونا من الموضوع الهوموفون اللي تكلمت عليه هلبة، خلينا نقوله شوية الشجر النخلة شنفع حاجة تانية قلنا قبل شوية فيها الشوك اللي هو يسمى السل بالعربية الفصحى، وهو له مترادفات كذلك، أشهرها تادرا وتسمى أيضا إيسيغمار، وله اسم لطيف اللي هو إغتران. ويوجد لفظين آخرين لازم متحقق من أنهم أمازيغيات ولكن سأذكرهم على أي حال أنهم مترادفات، اللي هو السربت وأسنان. وتادرا تجمع على تيدرين والتي تعني حرفيا الشوك وليس مختصة بالنخل، فالشوك عموما يسمى تيدرين. ولكن هذا النوع من الشوك اللي هو في اسمه في النخلة اللي هو السل ذكرناه بخمسة مترادفات مختلفة. طيب، حتى لا أنسى طبعا بعد ما يطلع العرجون يكون فيه طرف متصل به من تحت يسمى في العربية الفصحى أظن القلة حاجة زي هيك، وهو شديد الخضار يكون دائما أخضر، يقول وظيفة العلمية أنه هو يغذي في نمو العرجون، وبمجرد ما ينمو العرجون ويبدأ يخرج ثماره يجف ويقع يسقط. هذا يسمى عندنا في نفوسة خصوصا المنطقة الشرقية اليفن والقرعة تداوت، تداوت، ولا أعرف لها مرادف فذكرتها بس للأهمية اللغوية. ولصديق زياد ميلاد من القلعة الفضل في تذكيري بهذا اللفظ، ونتمنى اللي يعرف اسم تاني لتداوت هذه أو تستعمل هي نفسها عندهم يقول لنا في التعليق. طيب، عودة للب الموضوع متاعنا، وفي هذه المناسبة نسمي لب النخلة أي ما بعمقها يعني بأسكريس. وأسكريس هذا ولا أسكريس. وبالمناسبة هذا له قصة مرتبطة به، فهي في عام المجاعة مثلا في ليبيا في جبل نفوسة عموما يتم رحيه وصنع الدقيق منه وحافظ على حياة الكثير من الناس من الموت المحقق. هذا قلب اللب بتاع النخلة نفسها، وهذا حتى هو ليه مرتبات مثلا أرجوز،
ويسمى كذلك أرجوز الجاوجي تعرف عنده. والمرتب يعني مرتب هذا كذلك يعني مقلوب لنفس الكلمة والله أعلم. طيب جذع النخلة عموما لها أسماء عديدة حسب ما نرى استخدامه. فالنخل كما مثلا يستخدم في حياة الأمازيغ كل شيء من النخلة يستخدم في كل شيء من القفاف من كذا من كذا وحتى من البيت. فالجذع بتاع النخلة يسمى اللي هو يستخدم حقيقة في الجبال وفي الواحات وفي الجنوب الليبي وعند الإمهاغ مثلا وغيرهم في 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 مهام كثيرة جدا. يسمى توطبلة وأجدمير والأجدمير وأقبو وأجيجا وأكرشوش وأكربول يسمى كذلك تاغدا وتسارة. وهذه طبعا تاغدا وتسارة مرتبطة بالشكل بتاعه اللي هو الاستقامة. وهناك طبعا لفظ تاسنورت وهي كذلك معروفة منتشرة في شرق التمازغ عموما جبل نفوسة وغيره من المناطق الأخرى. إذن عنده مجموعة من المترادفات هذه طبعا لما تكون أول ما توقع الشجرة فقط. لكن لما تكون مصنوعة تسمى أسماء أخرى فمثلا تسمى تافداغت وتسفساقت وباكليو والأخيرة مخصصة للمقطوعة منها المقطعة منها لأجزاء. هناك من يسميها تيفزغلت وهو اسم غريب جدا لأن تيفزغلت تعني الجلبانة البرية البازلاء البرية يعني. ولا أعرف ما هو سبب تسميتهم لها بهذا الاسم الاسم مشترك وحتما أن كلمة تانية حتى هي بنفس الشيء مشتركة مع كلمات أخرى وهذا موضوع تاني. والنخلة الصغيرة اللي تسمى في العربية تالة طبعا تالة في الأمازيغية تعني اللي هو منبع الماء ولكن في العربية تعني النخلة بالتال مربوطة تالة وتسمى عندنا تجبرت. والفسيلة منها مثلا لها مترادفات كثيرة بحكم أنها اسم عام لكل فسائل النباتات ولكن فسيلة النخل خصوصا تسمى تيفرخت ولا تيفرغت ومولش مولشن وتسمى تموتيت وتسمى المهم أسماء كثيرة جدا حقيقة اللي يحضرني جميعها الآن. ويعني والنخلة دائما تكون مؤنثة وهذا ليش عندنا أوتم فلكي تلد تحتاج تزدت إلى الفحال بالعربية يسموه فيها المسمى بكار عندنا بالعامية وهو كذلك له مترادفات أيضا الزدوي على الاسم الذكر زي ما تكلمنا قبل شوية وأمرصيت أو أمرصيد وأمرسيد بالدال مفخمة وأحيانا بالدال المهملة وهذا نفسه عنده غلاف أبيض أملس يسمى عندنا أغولاج ولا أعرف له مترادفات اللي يعرف المترادفات بتاعي يذكرهن كذلك في الطريقات. وعندما تلد النخلة يكون لها التمور هذه التمور تمر بمراحل كثيرة اللي هي التمر ثمور بالثاء والتمر بالتاء المثنى اللي هو تبدأ مثلا بمرحلة الطلع وهو يحمل مترادفاتين اثنتين في اللغة الأمازيغية حسب علمي اللي هو يول ويولي. والبسر هو في حالة الاختلال والميلود الإصفرار جميل وشكلها في هذه الحالة لما يكون بسر وقبل أن يكون تمر طبعا هذا يتحول إلى ويتحول إلى بلح ويسمى إيرغي وجمعه تيرغيوين وأمزا وأمازا سامحوني أمزا اللي هو الغول وأمازا بتفخيم الزين وأراغ وطبعا هو نفس الأول في حالة التذكير في الغالب يحيل اللون أورغ اللي هو اللون الأصفر. طيب ثم مرحلة البلح اللي هي تغيويت وأنا حقيقة نحب البلح نموت فيه نشري فيه بأثمان غالية لأنه ما يوصلناش في كندا ببساطة طبعا. وتجمع تغيوين وهو لفظ يحيل على مذاقها وله مترادفات أخرى منها البوز وأيرا. طيب بعدين عندك مرحلة الثالثة الرابعة أظني إيه اللي هي مرحلة الرطب وهو إيجير ولا أعلم لها مترادفات ويسمى أحيانا إيرغي خطأ طبعا نظرا للتشابه لأن إيرغي هو البسر وليس الرطب. طبعا المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التمر هذا يسمى تيني وهو الاسم المشاع عند الجميع ولكن يسمى كذلك تيجني تيجني هذا أيضا هوموفون وهذا حنجيبوه في حلقة بروحة وأكثر استعمال زي ما قلنا هو تيني ويسمى أيضا مجازا أقاين ويسمى أدمان ويسمى أقمود أو أقمود ويسمى أفينا منها خارجة تفيناوت وتجمع إلى تفيناون وإفيناون بالفاء عند جيران غدامس وكذلك طبعا سوف أجلس إلى الغد لأحصي جميع أنواع التمور
حسب شكلها، حجمها، مذاقها، المنطقة الجاي منها، وحقيقة اسمها لا تحصى في أفريقيا الشمالية. فيه من كتب الكثير عن هذا، وعلي حال لن أنا أخوض في هذا. بعدين فيه أنواع، يعني فيه التمر اللي يوقع من الشجرة قبل أن ينضج في، ولا نحب حقيقة هلبة، في جبل نفوسة في يفرن نسموه فيه أليغمو، مذاقة حلو حلو مركز، مازال السكر فيه مركز، الجلوكوز هذا. وفي جنوب المغرب كذلك ذقته وموجود في السوق يبيعوا فيه خصوصا، يسمى أفطوش، جميل جميل جدا وطعمه عسل حقيقة. وله أسماء أخرى، اللي يعرف أي اسم لهذا النوع من ألغمو يذكرهن في التعليقات. طيب، وأليغمو سامحوني. والنواة من التمر طبعا تعرفوها، أكثركم يسمى فيها إيغس، وتسمى كذلك أغرمي، وهما الأشهر طبعا. ويسمى أيضا أكب أظني، وعقا إقاين ذكرتكم شوية، وإيغياي، وأغسيم. طبعا أغسيم هذا اسم، ويسمى بالصاد كذلك أغسيم، وهو القثاء اللي هو الخيار. فأمر هكي محير على سبب انتقال هذا من مجال إلى مجال، وهذا بروح عيب بلا حلقة. طيب، التمرة مش فيها، في النواة بتاع التمرة فيها زي القبعة هيك صغيرة مربوطة بها، هذه القبعة تسمى في العمارة بالعربية القمع. والقمع هذا يسمى في الأمازيغية أبرنيض، يسمى ألكبوش، وتجمع على ألكباش، وتسمى أيضا تسرت وتيسر. مبدئيا الحقيقة المفروض بديت بتسرت وتيسر، وحقيقة يوجد لفظ آخر أفضل أن لا أقوله الآن ولا يصلح بحلقة زي هذه، إن بعضكم يشوفوا فيه مع أولادكم والآخرين. طيب، وقشرة التمر، التمر فيه قشرة، راهو تعرفوا لما يجيف يدخل من الداخل، فتبقى تنتفخ القشرة وتبقى واحدة يسر تنحيتها، تسمى عندنا في نفوسة تكبت. مرة أخرى مش تقرنا أفليس وتافليس والآخره في السيف، وأنها تستخدم في الجلد متاع الغلاف، هني كذلك تكبت في الأمازيغية النفوس، في أمازيغية، في الأمازيغية عموما وفي نفوسها خصوصا، تسمى كذلك نوع من أنواع السيوف. السيف الآن ذكر مرتين، مرتبط اللي هو تافليس ذكرناها بكري، وحندير حلقة عن نعدكم عن صناعة السيوف، وسوف أورد هناك سبب تسميتهم بنفس التسمية هذه، ولا علم لي بمترادف لها، ومن يعلم مترادف لتكبت أرجوكم تذكروها، اللي هي القشرة هذيك متاع التمر بعد ما يجف ويدخل في بعضها من الداخل، القشرة تنطفق ويسل تنحيتها، هذه تسمى تكبت في الأمازيغية. يعني بقي الكثير، ولكن لا يمكن أن أختم الحلقة بدون ذكر بعض الأشياء مثلا المتعلقة بالنخلة، مثلا اللي في المتعلق بالنخلة، يعني وهنا نكون غطيت معظم المواضيع المتعلقة بالنخلة. الليف عندنا يسمى سان، ويجمع إيسان، وهو لفظ تستعمل لكل الألياف عموما على فكرة، ولا تختص بالنخلة. ومنها يقولون أنه يعني هناك من الباحثين يرى أن كلمة تسمية لحم بإيسان أخذوها من هذا اللفظ استعارة، وتخلوا عن الاسم الأصلي اللي هو أيسوم ولا أكسوم ولا آخره. والليف كذلك يسمى تفتفات، أظن تفتفات، نعم. وهناك طبعا اللاجبي واللاجمي، وأنا لم أنساه لأنني سوف أذكره في حلقة بنجهزها عن المشروبات عند الأمازيغ ومترادفاتها وأسماءها والآخره، تزمي. وإلى هنا حقيقة نختم الحلقة، لأنني دهشت شوية ونمرض شوية، مش عارف سمعتوها في صوتي المرض هذه ولا لا، ولكن إلى حلقة أخرى إن شاء الله. السنون يتشور ستيني دوليغمو، وربي يحفظكم إن شاء الله، وإلى حلقة أخرى. شكرا.